بس نكمل نحكي على بقية المقابلات، وخاصة النتيجة المفاجئة اللي كانت سي اس اس كان انهزم قدام العمران 1-0. برشا نيس، خلينا نبدا معك انت. برشا كيف كيف يواصل المدرب نتاع سي اس اس سانتوس يواصل إثارة الجدل في معناتها في كيفية قيادته للفريق، خاصة البارح شد انتباهي زوز تغييرات عملهم في الدقيقة 42، معناها قبل 3 دقائق من الملاعبية تدخل معناتها الفيستيرات، ما فهمتوش حق التغيير هذا. خليني اخو انت ما عندك اكثر تفاصيل. ما فهمتش انت باش نفهم انا، ما فهمتوش من اول عام الحقيقه، معناتها نتبع في السي اس اس كما تبع جمعيه الكل الحقيقه. البريستاسيون ما كانتش بالمانير اللي يحب عليها جمهور السي اس اس. لليوم يلوج المدرب في التشكيله الاساسيه، لليوم يلوج في قاعد يعني في تغييرات على التشكيله الاساسيه، ما لقيناش فون جو معين، ما لقيناش مانير بارابور الباكيج اللي تحط للجمعية على المستوى المادي، باكيج كبير، مدير رياضي، مشروع رياضي. لين اليوم في تونس الحقيقة معناتها أنا وليت نقول شنية هالمشروع هذا، معناتها هل سانتوس اليوم بالأداء اللي قدم فيه نادر الصفاقسي وبالنتائج باش يكمل المشروع؟ صعيب برشا. سي اس اس عندها مدير رياضي أكيد، أنه يلزمو زاد هو يوضح بعض النقاط، يكون قريب للمدرب على اختياراته. سانتوس بعيد على الكره التونسيه، نقعد بيت انه تقول مفاجئ ماهيش مفاجئ، اللي يخدم اليوم هذيك هي الحياه يعني في المجال الكل، حتى في المجال الرياضي اللي يشتغل ويخدم ويقوم بواجبه اكيد ربي باش يجازيه. العمران اجتهادات كبيره منذ سنوات من المدير الرياضي عبد السلام بوحوش اللي قاعد يخدم في حومته وفي جمعيته، انتدابات خلينا نقولوا بألفين فرنك، انتدابات سيبلي معينه بامكانيات محدوده. حتى الثقه اللي خلوها في المدرب زاد هذا اهم شيء. لطفي القدر تعودنا به، كل جمعيه تطلع معاه تقول لك لا خليه موش تعبت اولى، لا هو مع هو حط الثقه فيه، مع المرسى مع استاد هو حط فيه الثقه وراهن عليه. ولطفي القادر كان يستنى في شكون باش يعطيه فرصه في الرابطه المحترفه الاولى. احنا هنينا عبد السلام وهنينا بن حمزه وهنينا جماعه جبل الاحمر كله، ما نسيناش ما هنيناش لطفي القادر اللي الحقيقه في اول يظل لي اول تجربه احمد في الرابطه. لا عمل قبل ظهر لي، عمل توزر قبل ظهر لي، يعني مش اول مره. ماهيش التجارب الكثيره، لكن هذه التجربه اللي ممكن في الرابطه المحترفه الاولى معناتها بالنسبه لي دو فيكتوار قفصه وسي اس اس. سي اس اس ما ربحهاش هو ازار، لازمك تشوف المستوى اللي قدمه العمران في الترانزيسيون ثم فكر. وانا لطفي القادري ممكن نخدم معاي في ستاد تونيزيان وقتها كنت مدير رياضي وكان مدرب، عنده فلسفه وعنده نفس الفلسفه نفس التفكير وناجحه. لانه اليوم كي تشوف انت العمران البلوك والترانزيسيون التحولات قدام ادفيرسير تحب ولا تكره، نادي الصفاقسي على مدى التاريخ عمرنا ما كنا ما شفت في الثلاثه مقابلات اخي بالنسخه هذه، لانك اليوم انا وفرت لك ملعبيه ووفرت لك ظروف كامله نتاع نجاح. سانتوس اليوم الجيستيون نتاعو مفقوده لمسات، وشفت النادي الصفاقسي ماتش بن قردان، شفتها في الكوب دافريك مع الفريق البوراندي الي روتور، ريتها في عديد المباريات الحقيقه ما توجعش مع عديد زيكسبلوا انديفيديوال كيما ويلي ماتش بن قردان اللي عمل اكسبلوا باش نجم مارك الحبوبي بونتو. ملعبيه حكينا احنا اليوم الحقيقه برشا يقولوا مازال بكري، لكن اليوم عمل 5 ماتشات المدرب هذا، يدي 5 ماتشات. انا نحب نفهم حاجه، البارح لعب مره لعب اشرف الحباسي ومره لعب وضح الزيد رير جوش، هذوما دو زيليمون 70 دي جوور كولوار اكسونتري جوش اكسونتري نجم يكونوا دي كولوار كيما اشرف كيما وضح، يعني دوك لي بوست نجم تقام في الرواق قدام على المستوى الهجومي. بكار ب 830 مليون ولا قداش، هيثم العوين العيوني، يا اخي انت ما تنجمش تلقى حل. هاني انا ما انت لا عندي لا شيء، لا عنديش فلسفه نتاع مدرب، لكن كراي فني العيوني ما نجمش يكون ظهير ايسر تربح اشرف حباسي ولا بيان سور. اذا غاب لك بكار قول الاصابه، اللي انا الحقيقه من المرات القليله اللي ريت انا رير جوش ولا اكسيال يتباع في تونس بقريب 900 مليون، هذه حاجه الحقيقه ما ريتهاش قبل، ريتها في نادي الصفاقسي دو بروفيل كيف كالعيوني. العيوني اللي هو نجم يكون اكسيال كيما نجم يكون رير جوش، لكن كنت نجم تربح العيوني على اليسار تدخل انوتر اكسيال وتربح اشرف الحباسي والا وضح كوم ديزيلي. بون هي رؤيه فنيه كيما انا عندي رؤيه فنيه، نجم يكون غلط كيما المدرب يكون رايه صحيح، لكن جلوبالمون نادي الصفاقسي تقول لي نصبروا مشروع واحد في جمعيه كبيره كيما نادي الصفاقسي، المشروع يتكون صحيح انا معك فيه، لكن النتائج والمانير ما تكونش بالفاصون هذه، بعيد كل البعد
لكن هو البارح ندير سقسي حتى كان في نهار كبير اصطدم فريق اسمه شبيبة العمران، كان حاضر معبي روح معبي قليب معبي جرينتا وأصر على 3 نقاط اللي يستحقهم ومستحقين. مجدك انت ظهر من أكثر منتقدين كان كنت في الأيامات الماضية للسي اس اس، قاعد يأكد المدرب معناها اللي ماشي في ثنية معناتهم، فمش بواجد حاجات إيجابية في السي اس اس نشوفه فيها. شوف مش لخص لك في أون دو مو، كي تاخذ القيمة التسويقية متاع السي اس اس وتاخذ الفالور متاع جهورات العمران وتاخذ لي سالير متاع جهورات العمران وتاخذ لي سالير متاع السي اس اس، تو تفهم برشا حاجات، تو تفهم اللي بعد ساعات راهي مش فايدة الاسم ونجومية راهي المونتاليتي الجروب متاع العمران تحس فيه فما رغبة فما حب فما روح فما مجموعة تحب تربح، هذيك اللي عملت ديفيرينس. السي اس اس تحكي على النجومية وكما قال أنيس مشروع مشروع ما تجم تنجح المشروع إلا بالنتائج، لازم تعمل نتائج سينو المشروع نتاعك ما يمشيش يمشي بيه، دونك النتائج ما فماش. زيد المدرب عنده فلسفة خاصة، مرة 3-5-2 مرة 3-4-3 مرة 4-4-2 مرة 4-3-3 توظيف الملعبية ما عندها لخبطة ما أنا ظاهرة اللي السي اس اس كي تشوف تحس اللي فما حاجة مش ماشية وهو ما حبش يصلحها. باهي احمد شاطر الجماعه انت، والا كيما نفس الكلام، ولا خلينا نسالك نفس الكلام اللي قلناه على بيتوني في الايجابي حتى على سانتوس نقولوا زاد مازال بكري شويه معناه الحكم عليه زاد. انا الاولاد مع كامل احتراماتي ليه ما شاطرهمش الراي، لما تحكي على مشروع راه ماكش تحكي على مشروع نتاع شهرين، راك تحكي على مشروع نتاع عام عامين 3 سنين، يزم ان بو دو باسيون شويه صبر. لا ما دعنا من الجمهور، شو الكلمه نتاع المشروع ما تمشيش في تونس، بس ما نعرفوش احنا وين الجمهور سي اس اس، مش الجمهور سي اس اس متغشش، اما مشروع تحكي عليه يا احمد خلينا نحكي على سي اس اس، الجمهور متغشش على جمعيته، تقول على مشروع الجمهور الجمهور هو الكل في الكوره في تونس، هو الجمهور الكل، اذا انت الجمهور اللي مش فرحان تقول لي مشروع، يعني مانيش انا نحكي على مشروع سي اس اس. انا خلينا نرجع بك شويه للوراء، لما النادي الصفاقسي جاب كرول عام 2013 في اول 6 ماتشات كرول وما دراك تعادل في 3 ماتشات وخسر 3 ماتشات، ومن بعد شفنا النادي الصفاقسي في عهد كرول شنو عملت وكل ايكيب اللي تربع اللي عملت ايكيب تربع عملتها النادي الصفاقسي في عهد كرول، لانها صبرت على كرول على كرول من الاول وما تسرعوش لي ديريجون. انا في تقديري من السابق لأوان وباش نحكم على النادي الصفاقسي، خلي المدرب ساعة يعرف لي كاليتي نتاع جوارته كلها ويخلط انه يعمل ليكيب تيب نتاعو وتلعب 5-6 ماتشات مع بعضها، بعد تو نحكم على المدرب اسكو ناجح ولا فاشل. يا احمد مازال بكش 5 ماتشات سيسي ماشي وتوخر او ليكيب ليش ماشي وتوخر ليش ماشي وتوخر شفت ضد عمران ولا ما شفتهاش انت؟ ايه انا ما تفرجتش الحق ما تفرجتش حتى اوكازيون ما تفرجتش الحق سيسي نشوفوا سيسي هكا احنا احمد سيسي عندك عشرية سوداء النادي الصفاقسي مش بعد عبث نتاع 10 سنين نجي واحنا في شهرين مش كامل مش عليه تعدد خايب بس يا احمد مش على البريود نحكي شوف الملاعبيه اللي توا ما تنجمش تمشي بيهم بين سي اس اس خي مول الملاعبيه لازم شويه وقت كما كنا نحكيو على الدوال باش تجينسوا باش تصير اللحمه بيناتهم باش تولي فما ايكيب تيب واضحه حكيت شوف باش يبدا فما شويه تكتيك ملاعبي عطيت راي عطيت عطيت فيه راي تو كيما بركه الحميدي اليوم اللي عنده مشكل الحقيقة من الحلول الهجومية نتاع الموسم الفارط، حسب اعتقادي انه اليوم ما بين الفني وما بين علاقة الملعبية بالمدرب أروار تجمش تبني مشروع اذا الملعبية ما يقبلكش المدرب، راه هذه ما نعرفوش الحقيقة، ما نحبش نكون متسرع على الحكم هذا، اما عدم التجاوب نتاع الملعبية مع المدرب لا تسأل، لانه اليوم اذا الملعبية ما يتجاوبوش معاك لماتش ما يكون ممكن انت ما تبعتش حكيت على اون جينيرال حكيت على مشروع وانا معاك يا اخو شويه وقت، لكن لازمك تبع سي اس اس على ماتش ميكولي سارو لي تروا ماتش تاع شامبيونا ما ثماش فكر واضح معين تنجم تبني عليه، يعني لحد الساعه المدرب ما اقنعنيش على المستوى الفني انه الفريق قاعد يتطور، هذا المشكل. باهي فقط خلينا نكملوا معاش عندنا برشا وقت كلمه كلمه على المقابلات الاخرين ما شفناش فيهم حاجه كبيره، ظهر لي برشا السي ابي وسليمان 0-0 كيف كيف المقابله الثانيه انتهت بتعادل سلبي مستقبل جبس والاتحاد المنستيري، خلينا ناخذ عليك من عندك يا مجد. السي ابي في 3 ماتشات ما ركيت حتى بوت احسن مهاجم بعته، ايش تحب تستنى من السي ابي؟ عندك احسن جوار عم نعمل مركي 10 اهداف نعيد، دونك السي ابي اليوم 3 ماتشات ما ركيتش ظهر اللي عنده مشكل هجومي لازم تصلحوا.
احمد كيف كيف المستير ذا اللي زاده الفريق معنا عنده 5 نقاط اليوم قاعد ماهوش بادي بنفس القوه نتاع البدايه نتاع المواسم الماضيه، يمكن يكون متاثر شويه بالنتيجه في كاس افريقيا والا روزنامه ما خدمتوش. انا نتصور اللي يعمل فيه الاتحاد المنستيري معناتها حاجه باهي، راهو 5 نقاط مازلت مش بعيد على الاولاني اللي عنده 7 أو 9 الاولاني مش بعيد. الاتحاد المنستيري مازال في كومبيتيسيون مازال بكري، عندهم فريق باهي وزاد راه مش ما لعبش ضد هذا، لعب ضد فريق زاد محترم ونتيجه تعادل تسمى نتيجه باهي بالنسبه لي. ما تخافش عليه المستير وقت اللي ثم مانيير وثم كاليتي جو وثم روح وثم ثم الحقيقه ثم مانيير وثم ثم فلسفه نتاع مدرب ما تخافش. وقت الفريق قاعد يتطور تحس وما تخافش عليه سافياندرا، لانه اليوم ثم فكر نتاع مدرب قاعد يوصل للملاعبين. ويبدو لي ظلمت مختار المستير، ظهر فما بينالتي في ماتش جابس الايمن الحظي مست في يد جوي، ما عادش عندك اللقطه هذه ولا لقطات اخرين عندك؟ لا ريناها اللقطه هذه لا ريناها الحقيقه، ما فماش اللي مست في يد اللاعب نتاع مستقبل جابس. لا لا مش ما فيهاش بينالتي، لا وجودها لضربه جزاء. تحكيميا كانت مباراه ممتازه مجدي بلاغه، نجح في الاختبار الاول نتاعو ان شاء الله يواصل وتجدد فيه الثقه. اللي ريتو انا اللي قعدت فيها شويه شك وتنحالي توا هو الهدف الاول نتاع النجم الرياضي الساحلي. ماك تعرف هنا وقت اللي تزفر كفران الاربيتر راهو انت تطلب منه تقول له نحب المير ولا ما نحبش، فهمتني؟ رينا جوال لطوال ما طلبش المير، حط الكره اشكيت في الكره قعدت ترولي معناها قاعده تمشي وموفمون، ومن بعد كي ثبنا لقينا وقت اللي جوار لعب الكره بطريقه مفاجئه الكره كانت واقفه. لكن وين الاشكال هنا؟ الاربيتر وقت الكفرون ما لازمكش تكون تحكي مع حتى حد، اذا حكيت مع جوار زفر قل له استنى ما تلعبش الا ما نعطيك سيفلين وخليك في متر. رينا وليد يمكن باختت هو ديجا الواحد قاعد يفسر في معناها صارت له معناها يحكي مع جوارات، انا ما لازمكش تحكي وليد كان من الافضل يرجعها معناها. لا 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 ينجم يحكي مع جوار تحمس وليد قاعد يحكي معك عادي مختار. انا بالنسبه لي انا الوضعيه عاديه، احكي معي قد ما تحب والكره كان ما عليك كانت بكورتك. مختار شفت قديش وخرنا بكورتنا اليوم نحكيو على الاربيتراج بلاش فار، معناها في العالم اجمع البلاد الوحيده اللي ما فيهاش فار هي تونس، معناها كنا عندنا الفار اليوم تنحى الفار ده سناب باش يصير برشا هفوات بتحكيميه، معناها سناب يصير اصعب عام باش تعدى السناب مجيد لو ما زادت الكوره ما صارتش مجيد توا نحكي وسامحني معقوله توا شفت كونتيتي الاخطاء اللي عملناهم توا ما فيهم كل جمعه فما حاجه كبيره خذات الراي العام ارجوات الافريقي بيلانتي تراجي شفت هذا قاعدين نحكيو على ثالث جوله لو تعرفش مازال ولا مازالوا 27 جولة. أنا نسأل كيفاش اللجنة بتسيرها كيفاش باش تكون سيب برشا السنة. أنا بالنسبة لي قلتها وعودتها موسم سيب على الحكام. واضح تك صحة، شكرا لك مختار دبوس على كل هذه الإضافات. مبروك للنادي الإفريقي الانتصار الثالث على التوالي. لا لا ما 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 أنيس بارك الله فيك، شكرا لك على حضورك معنا. أيضا أحمد الصالح يعطيك الصحة، مجد القبطيني بارك الله فيك، شكرا للكل في الإخراج أجمل تحيات إسلام المدب.